الوفين ومجملين يا عشانا من الوفين ومجملين طبعا خات مخلد وجبر لبيك ما شاء الله عليهم الشباب طبعا حطوا شوي مويه حطوا شوي مويه يجيكم هيك بط الشرع طيب نقرا لكم يا شباب من الهاشتاج واتمنى بس الصوت الريلاكس اوكي الريلاكس الريلاكس ريلاكس ريلاكس اوه المستشفى ريلاكس المستشفى ريلاكس ساير يلموني في علي والله عشان اربيز يا ساير بسم الله شو يقول الهاشتاج يقول يا رب يفوز عبد الله الحافي الله يوفقه يا رب لا ورني يقول يا رب يفوز عبد الله الحافي ما في ورني بس بس ما صدق طيب شخصية لها حضور جميل ورائع مخلد الغامدي الله يسعدكم نجم ساطع لحضور ملفت أبدعت وتألقت شد حيلك وواصل المسير وإحنا معك من لسه من كريم دعم مخلد أول شيء الله يعطيكم العافية وشكرا على كلامكم اللي قلتوه ويعلم الله أننا بدونكم يا الجمهور بدونكم أننا ما إحنا بشيء وإن شاء الله أننا نكون عند حسن ظنكم ونفرحكم كما فرحتونا بإذن الله فرحكم مخلد في اليوم 90 ان شاء الله باذن الله بسعد مخلد انت مبدع ونجم انا فخور جدا بمعرفتك فخور جدا بشخصيتك الجميله وفخور جدا حتى بعلاقتك مع زملائك الله يطول عمرك يا وجود لها 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 رونق جميل الله يطول عمرك يا وجود سلام ابو عايض له معروف على جبر سوى معروف والله العظيم اني لموت ما نسيت يا رجال ما بيننا معارف ولا بيننا جمال يا ابو راجل تاكد يا ابو عايض اني معك قلبا وقالبا منه الى ما نهدى اول شيء احنا ما بيننا معارف ولا بيننا جمال واللي سويته والله ان اي رجال انه بيسوي وانت تستاهل يا ابو راجل يعلم اقول الله يوفقكم ان شاء الله جبر المداري ابدعت تميزت حضورك على البث ممتع لا زلنا ننتظر منك المزيد من الابداع استمر والفخر دايم معك فخور بيكم يا الفخر والله اني احبكم جدا طيب. لكم كل قلبي ومشاعري واحساسي لا تدخل الجوال لا تدخل الجوال شكرا نور شكرا ماشي صح غلط انا مالي شغل بس انا اهم شيء قلت لكم حمروا البصل والطماط بعدين حطوا البهارات بعدين انتظروا شوي حطوا الباذنجان ما راح لمعت والله شو معكم المخرج شوف هذا شوف هذا شلون غلط امرك امرني يلا عموما دلل بي الطعم يفرق تبغى ثوم ولا ما تبغى ما تبغى طيب خلنا نقرا لعبد الله الحافي وبعدها نقرا لعلي يلا او نقرا لعلي علي انت نجم حضورك على الشاشه يفرق لو تشيل البث لحالك قادر على انك تشيله ما شاء الله عليك من صوت ورياليتي سواليف استمر معك جمهورك العواصف بس وانت العاصف اعصف بالمنتجع باللي فيه تاكد انك نجم هذا يبغى يدمرك يبغى يخرجك برايم السبت عاصفها مع العاصف عاصفها مع العاصف عاصفها مع العاصف لا والله عاصفها مع العاصف جمهور عظيم المخرج يقول فين يا عم ما فيش ولا واحد خارج على الهواء كلهم خارجين على السرير نايمين مال متى في النهار مخرج خيور طيب صبرت طيب اصبر خلني بس بقرا لعبد الله نعم للمبدع عبد الله اسقاطه اسقاطه هذه انت تجعل الريحه صح الشاعر وش جاري عليه انا في كيف خلاص استريح الله خلي اقرا لك لا غير رايي عبد الله الحافي الكلمات تعجز عن اعطائك حقك يا نخبه الواقع ومن ردودك الراقيه اتضحت لنا شخصيتك الرزينه التي ما تنطق غير الحقيقه بدون تجريح الله يوفقكم شكرا من ايتو التميمي والله بيضاء واجهته صح انا بدون ما نذكر حسابات يا جماعه اول شيء الله يعطيكم العافيه على الكلام لا ذكرهم سعيد عشان نشكرهم بالاسم اسم شوف والله
معلك الحين اسلم اسلم. باذن الله يكون عند حسن ظنكم والله يجملنا معكم وشكرا على هذه عصيده دي طيبه صقع ولا وصيكم لا صح عليك مع الباقي غير مرحله مايكك ميوت ابشرك. طيب علي شلون نظر هنا عين 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 عشان ما ادري هو طيب نشوف الاتصال 17 ياسر 17 الاتصال نقول الو مرحبا انا صوتي وضح صوتي وضح. السلام عليكم. وعليكم السلام هلا وسهلا حياك الله. الله يحييك ارفع الصوت لو سمحت. الله يحييك ويبقيك. مرحبا مرحبا من وين اسمك ومن وين تكلمينا؟